باسم الآب والابن والروح القدس أمين. يا أحبة، هيدي أول ظهور ليسوع من بعد معموديته. وحتى نرجع نتذكر شو معناتها المعمودية، بعرف بتعرفوا هالشي بس أنا لا أتذكر أنا وياكم، قلنا المعمودية بالمي هي غسيل الإنسان من برا ليحس حاله نظيف. أما معمودية يسوع فكانت بالروح، يعني بالروح القدس، يعني هي النظافة للداخل. والنظافة للداخل أصعب من النظافة من الخارج. أسهل أنك أنت تمنع حالك أنك تحكي حكي عاطل من ما أنه تفكر بحدا عاطل. هاي بدها جهد وتعب أكبر. اليوم يسوع عم بقلنا من بعد أول ظهوره بعد معموديته هو اللي تعمده، رغم مثل ما حكينا أنه هو منه بحاجة للمعمودية لأنه هو نظيف من الداخل ومن الخارج. إنما تعمده كرمالنا ليدلنا على الطريق أنه يجب أن نغسل أنفسنا من الخارج ومن الداخل. بهيدا الظهور لإله، أول ظهور بعد معموديته، أول جملة بيقولها يسوع: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. وهي الآية بتنقسم لقسمين، فيها توبوا، عم بقول لكل اللي ماشيين وراء، للي تعمدوا، للي رح يتعمدوا، عم بقول لهم توبوا. وهلا بنحكي شو معناتها اقترب ملكوت السماوات. هيدا الجزء الثاني. هون يا احبه بهاي الجمله عم بيعطينا الوسيلة لحتى نحن نقدر نكون معه. يعني اليوم انت لتقدر تكون مع ربنا عم بيقلك انت لازم تتعمد، لازم تغسل حالك. طب شو هي الطريقة؟ شو هي الطريقة لتكون معموديتي مزبوطة من جوا؟ عم بيقلك توبوا. هيدي هي الطريقة. ما عنا غير حل غير التوبة الحقيقية من جوا. هاي التوبة بتخلينا إذا حقيقة تبنا واستعملنا هالوسيلة إنه نشعر بوجود الله بحياتنا، وهيك منكون عم نغسل حالنا. وبالتالي أي معمودية بتصير من دون توبة حقيقية ما إلها معنى وما إلها قيمة. كلنا تعمدنا نحن وصغار، إذا بقيت حياتنا إنه نحن معمدين وبيأدي وماشيين على أهوائنا وشهواتنا، المعمودية ما بقى إلى قيمة بحياتنا الروحية. إنما المعمودية تتجدد كل مرة بيصير فعل توبة. وهون فعل توبة يعني عم بيطلب منا الله إنه كل يوم نتوب. شو معناتها؟ هيدا فيه عمل رحمة. عم بقلنا يسوع انه انا عارف انكم انتم من طبيعة ضعيفة، انا عارف انكم انتم خطأة، عشان هيك عم بقلكم توبوا. طب تبت اليوم بكرة غلطت، توبوا. اليوم وقفت بكرة قشطت، توبوا. كل يوم توبوا. هيدا هي قيمة هيدا الفعل. هيدا الفعل بيعطينا امل ورجاء انه هو عارف ضعفنا، عشان هيك فتح لنا باب التوبة طالما نحن عايشين على الأرض. بغض النظر عن عمرنا، بغض النظر عن تفكيرنا، هو كل اللي طالبه منا إنه نحن نقدم توبة يوميا. كيف منتوب؟ كيف منتوب يا أحبة؟ هي مجرد أسئلة بسيطة كل إنسان بيقدر يسألها لحاله عشية قبل ما ينام أو بنهاره إذا طلع له وقت. بيقدر يسأل حاله هالسؤال، بيقول أنا كذبت، أنا سرقت، أنا أخذت شيء مش لإلي، أنا حكيت على حدا، أنا ظلمت. كل واحد بيعرف حاله إذا بيعمل أو لا هالشي. أنا حقدت، هل أنا شو هيدا الصوت؟ أنا حقدت، أنا تمنيت لحدا يموت. أمرار مجرد هيك حدا يضايقنا منقول يا ريته مش موجود. أنت تمنيته ما يكون موجود، أنت عم تشتغل عمل الله، ما بحق لك. لا، ما فيك أنت تتمنى لحدا ما يكون موجود.
انت غضبت من حدا من جوا؟ انت فكرت بالسوء تجاه اي انسان؟ انت حاولت تسب حدا ولو بداخلك؟ كل واحد يفحص حاله. هل انت بحياتك بتحاول تسيطر على العالم؟ هيدي من الخطايا. اللي بحاول يعمل سيطرة على العالم هو عمليا عم بيجرب يكون هو إله الآخر، انه انا المرجعية تبعيتك فقط لغير، وهي خطأ. كل واحد منا يا أحبي ليشوف اذا هو عم بيتوب او لا يفحص ضميره. ثلاث اشياء بالضمير: اول شيء افعاله، ثاني شيء اقواله، وثالث شيء واهم شيء طريقة تفكيره. كيف عم بفكر تجاه الآخرين؟ كيف عم بيحكي الآخرين؟ كيف عم يتصرف مع الآخرين؟ ثلاث أشياء بتلخص كل حياتنا. وإذا نحن قدرنا هالثلاث أشياء نحطهم على الطريق المزبوط، نحن منكون عايشين حالة التوبة، يعني حالة المعمودية، حالة القداسة. والقسم الثاني من هالآية شو بيقول؟ توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. التوبة هي الوسيلة، هي الوسيلة لحتى أكون مع الله. إنما جملة فقد اقترب ملكوت السماوات هي الدافع للتوبة. شو يعني اقترب ملكوت السماوات؟ في ناس ظنوا اقترب ملكوت السماوات بلشوا ينبشوا إمتى الآخرة. لا، كل ما بتتوب ملكوت السما يعني الحالة العيش مع الله بتصير قريبة منك. اقترب ملكوت السماوات، اقترب منك واقترب مني. عشان هيك يسوع شو بيقول؟ ملكوت السماوات في داخلكم. الله موجود بداخلكم، وين عم بتنبشوا عليه برا؟ بس انت توب وراح تشوف قدي ملكوت الله هو قريب من قلبك، هو قريب من حياتك. بس عليك انت تكون مهيئ حالك لحتى تعيش نعمة الملكوت، لأنه الله ما بيخليك تشعر بالنعمة إلا ما تكون مهيئ حالك لهالنعمة. وقال أنت النعمة بتصير نقمة عليك، ما بتقعد تحبها. إنما اللي بيعيش حالة التوبة بيشعر قديش الله موجود فيه، هيدا إنسان بيعيش بفرح دائم رغم الأحزان، رغم الأوجاع، رغم شو ما إجاني من أي إنسان مشكلة. اللي بيعيش حالة التوبة بيعيش حياة فرح كبيرة. وبختم بقولكم يا أحبي، لم أرى ظالما مرتاحا ولم أرى تائبا تعيسا. آمين.